بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أهلا بكم طلاب الصف الثالث الثانوي مع حالة تدريبات المصدر الصناعي والميمي والمؤول من كتابنا كتاب الامتياز صفحة 57 من دروس الوحدة الثانية. حدد نوع المصدر الذي فوق الخط فيما يلي: قالت العرب خلف الموعد لؤم، لأن موعد الحر دين عليه. الموعد مصدر ميمي، مصدر مؤول، مصدر صناعي، مصدر صريح. طبعا هنا كلمة الموعد ليست مصدر مؤول ولا مصدر صناعي، هنا هناخد رقم ألف مصدر ميمي. وذلك إذا وضعنا المصدر الصريح الوعد استقام المعنى، خلف الوعد لؤم يبقى استقام المعنى، يبقى احنا خدنا رقم ألف. اتنين: لا شيء آمنوا من الحرية ولا يستحق التضحية شيء مثلها. كلمة الحرية مصدر ميمي ولا مصدر مؤول؟ مصدر مؤول، مصدر صريح، مصدر صناعي، مصدر صريح، اسم منسوب مصدر صريح. طبعا الاسم الذي بينتهي بتاء مربوطة قبلها ياء مشددة، الحرية، الاشتراكية، الديمقراطية، هذه الكلمات إما تكون مصدر صناعي وإما تكون اسم منسوب. تكون مصدر صناعي إذا كانت أي إعراب غير النعت أو المعطوف على نعت يكون اسم منصوب. فهنا كلمة الحرية اسم مجرور يبقى مصدر صناعي، يبقى احنا هنستبعد ميمي ونستبعد باء ونستبعد دال، يبقى فقط عندي جيم مصدر صناعي. الحرية مصدر صناعي. ولا لا يستحق التضحية، كلمة التضحية مصدر لفاعل رباعي، رغم ان هي تنتهي بياء وتاء مربوطة لكن هي رباعي، فعل تفعيل او تفعلة، رب تربية، ضحى تضحية، حتى لا تختلط هذه الكلمات بالمصادر الصناعية او الاسم المنسوب. يبقى احنا كده خدنا رقم جيم. اتنين خدنا رقم جيم، الحرية مصدر صناعي، التضحية مصدر صريح. تلاتة: يتميز الفلاسفة بشمولية النظرة. مصدر شمولية، مصدر صناعي، مصدر ميمي، مصدر مؤول، مصدر صناعي، مصدر صريح. طبعا شمولية شمل شمولية، يبقى هنا مصدر صناعي لأنها جاءت اسم مجرور، يبقى احنا خدنا رقم جيم. تلاتة خدنا جيم. أربعة: سعى عمر لنشر العدل مسعيدا. إذا وضعنا كلمة سعيا استقام المعنى، ده المصدر الإيه؟ المصدر الصريح، يبقى مصدر ميمي، مؤول، صناعي، مصدر صريح، يبقى احنا هناخد مصدر ميمي. أربعة خدنا رقم ألف. خمسة: الاتكالية سبب تأخر دولنا العربية. طبعا اتكل اتكالي، اتكالية، طبعا ايه ده كده اسم اسم منسوب او مصدر صناعي، وبما ان هي مبتدا مرفوع علامة رفع الايه الضمة، يبقى احنا هناخد مصدر صناعي. اي اعراب غير النعت او معطوف على نعت يبقى على طول مصدر صناعي. ستة: سرني انك قادم. ستة: سرني أنك قائم بواجبك. المصدر المؤول من أن واسمها وخبرها في محل رفع، هنا طبعا هنقول عليه في محل رفع فاعل، مصدر مؤول في محل رفع فاعل، بمصدر ميمي، مصدر مؤول، صناعي، يبقى احنا ستة هناخد رقم باء، مصدر مؤول. سبعة: حرص العمال على مستخرج الثروات من باطن الأرض. مستخرج مصدر ميمي ولا مصدر مؤول ولا مصدر صناعي ولا مصدر صريح؟ إذا وضعنا بدلا من كلمة مستخرج استخراج المصدر الصريح استقام المعنى، يبقى مصدر ميمي. يبقى سبعة خدنا رقم ألف. تمانية: قال تعالى وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا.
أدخلني مدخل يبقى دخول، أخرجني وأخرجني خروج يبقى كده مصدر ميمي، يبقى 8 خدنا رقم ألف. 9 الرأسمالية والاشتراكية نظم مختلفة، كل منها لكل منها نمطها الخاص. 9 الرأسمالية والاشتراكية نظم مختلفة لكل منها نمطها الخاص. الرأسمالية ده مصدر صناعي لأنها تعرب مبتدأ، ثم الاشتراكية اسم معطوف على مصدر صناعي يكون مصدر صناعي، يبقى احنا خدنا رقم جيم. اما اذا كانت الاشتراكية معطوفة على اسم منسوب، يعني معطوفة على نعت الاسم منسوب، يبقى هنا تكون ايه؟ اسم منسوب. لكن هنا الرأسمالية مبتدأ والاشتراكية اسم معطوف مرفوع، يبقى الاثنين مصدر صناعي، يبقى 9 خدنا رقم جيم. 10 اللهم ارزقنا المودة فيما بيننا. المودة عند وضع كلمة الود المصدر الصريح من ودة ود، يبقى مصدر ميمي، يبقى 10 خدنا رقم ألف. 11 قال تعالى ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. ذلك بلوغهم بوضع المصدر الصريح بلوغهم، يبقى على طول مصدر ايه؟ مصدر ميمي، يبقى 11 خدنا رقم ألف. 12 صفحة 58 من كتابنا كتاب الامتياز. قال الشاعر أيقظ شعورك بالمحبة إن غفا، لولا الشعور الناس كانوا كالدمى. ما تحته خط المحبة والشعور، مصدر ميمي مصدر سماعي، مصدر ميمي مصدر قياسي، مصدر سماعي مصدر سماعي، مصدر قياسي مصدر سماعي. المحبة عند وضع الحب بالحب، يبقى استقام المعنى بوضع المصدر الصريح، يبقى مصدر ميمي. هنبعد رقم جيم ونبعد دال، يبقى عندي ألف ويبقى عندي باء بدأ بمصدر ميمي. ثم الشعور، شعر شعور مصدر الفعل ثلاثي أي مصدر سماعي، يبقى خدنا رقم ألف. يبقى المحبة مصدر ميمي، الشعور مصدر سماعي أي ثلاثي. المدرسة موعدنا، موعدنا على وزن مفعلنا، موعد على وزن مفعل ده اسم مكان، لأن ذكر في العبارة ما يدل على اسم المكان وهو كلمة المدرسة، يبقى أنا كده هنقول أن إيه اسم مكان، يبقى أنا هنبعد مصدر ميمي ونبعد اسم زمان، يبقى هتفضل عندي ألف وتفضل عندي دال. ثم وفى الرجل بموعده أي بوعده، يبقى مصدر ميمي، يبقى هناخد اسم مكان ومصدر ميمي، خدنا رقم دال. يبقى 13 خدنا رقم دال، مصدر ميمي واسم مكان ومصدر ميمي. 14 مسؤوليتنا تقتضي علينا تربية أولادنا وتعلية للمستوى الفكري لهم وتنمية قدراتهم. المصدر الصناعي في العبارة هو مسؤوليتنا ولا تربية ولا تعلية ولا تنمية؟ طبعا تربية مصدر الفعل الرباعي، تعلية مصدر الفعل الرباعي، تنمية مصدر الفعل الرباعي، يبقى المصدر الصناعي هو مسؤوليتنا، وبما انها طبعا مبتدا يبقى مصدر صناعي، يبقى احنا 14 خدنا رقم ألف. 15 التصرفات الإنسانية تعلي شأن الإنسان. الجملة الثانية الإنسانية تدعونا للاتحاد. ما تحته خط اللي هي التصرفات، عندي الإنسانية والإنسانية، هنا أن هي مصدر صناعي ولا مصدر صناعي؟ مصدر صناعي اسم منسوب، اسم منسوب اسم منسوب اسم منسوب مصدر صناعي. هنا نحدد الأول التصرفات الإنسانية
كلمة الإنسانية أتت نعت، وطالما قربت نعت يبقى اسم منسوب عن بعد مصدر صناعي بعد ألف ومن بعد باء، اتفضل عندي جيم واتفضل عندي دال، يبقى اسم منسوب في الأولى. الإنسانية أتت في أول عبارة قربت مبتدأ، طالما بعيدة عن النعت أو معطوف على نعت، يعني نقول التصرفات الإنسانية ومثلا الاشتراكية والمهنية، أي اسم معطوف عليها يبقى كده اسم منسوب. أما الإنسانية مصدر صناعي بعد خدنا رقم دال، يبقى التصرفات الإنسانية، الإنسانية نعت فعملناها اسم منسوب، الإنسانية مبتدأ يبقى مصدر صناعي. 16 الكلمات المختلفة فيما تحت خط هي تنمية، تربية، وطنية، تزكية. تنمية مصدر لفعل رباعي، تربية مصدر لفعل رباعي، تزكية مصدر لفعل رباعي. المختلفة هي وطنية، ده اسم منسوب أو مصدر صناعي على حسب إعرابها. 17 حدد الجملة التي تشتمل على مصدر ميمي، حين فرحتهم تسعدهم، ده مصدر رباعي اللي هي مشاركة. أحسن الموازنة بين المدارس الأدبية، الموازنة مصدر رباعي. معاونة الفقراء أمر واجب، مصدر رباعي. يبقى المزلة هي أن تخضع لكل رغباتك الذل، يبقى ده كده مصدر ميمي، يبقى احنا خدنا رقم دال. 17 خدنا رقم دال. جملة واحدة مما يلي تشتمل على مصدر ميمي، الشارع مسعى العمال لعملهم، ده كده اسم مكان. المساء مسعى العمال لبيوتهم، مسعى هنا زمان. الخير مسعي إليه، اسم مفعول. سرني مسعى العمال لعملهم، هنا بوضع سعي يستقيم المعنى، يبقى مصدر ميمي، يبقى احنا خدنا رقم دال. 18 خدنا رقم دال. 19 قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، بوضع حياتي وموتي، المصادر الصريحة بدلا من هذه الكلمات، يبقى هنا على طول مصدران ميميان، يبقى 19 خدنا رقم باء، مصدران ميميان. 20 أدهشني منطلق اللاعب بالكرة، رقم 2 هذا لاعب منطلق بالكرة، يبقى منطلق بوضع المصدر انطلاق استقام المعنى، يبقى مصدر ميمي. والأربعة بدأ لي بمصدر ميمي، هذا لاعب منطلق بالكرة، هنا طبعا اسم فاعل من انطلق ينطلق منطلق، اسم الفاعل من غير الثلاثي يأتي على وزن مضارعه مع إبدال حرف المضارعة ميما مضمومة وكسر ما قبل الآخر، يبقى انطلق ينطلق منطلق اسم فاعل، يبقى احنا خدنا رقم دال. 20 صفحة 59 من كتابنا كتاب الامتياز، الوطنية تشجع الصناعات الوطنية، ما تحت خط على الترتيب الوطنية والوطنية، اسم منسوب اسم منسوب، مصدر صناعي مصدر صناعي، اسم منسوب مصدر صناعي، مصدر صناعي اسم منسوب. الوطنية هنا تعرف مبتدأ، مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة. الصناعات الوطنية نعت، يبقى مبتدأ يكون مصدر صناعي عن بعد ألف ومن بعد جيم، يبقى عندي باء ويبقى عندي دال، مصدر صناعي. ثم هنا اسم منسوب، يبقى هناخد رقم دال، مصدر صناعي واسم منسوب. 22 قال تعالى يقول الإنسان يومئذ أين المفر، هنا يتحدث عن يوم القيامة، أين المفر، يبقى أين، يبقى هنا أين المفر، أين تسأل عن المكان، يبقى احنا المفر اسم مكان، يبقى المفر اسم مكان، يبقى خدنا رقم باء. 23 قال تعالى أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، عند تحويل المصدر المؤول إلى صريح انظر إلى نوع الفعل،
ثم أتي بمصدره. هنا أنزلنا يبقى أنزل يعني ماضي رباعي مصدره إنزال، يبقى أولم يكفهم إنزالنا إنزالنا، يبقى احنا خدنا رقم د. أنزل أنزل مصدره إنزال، نزل تنزيل، نزل نزول، يبقى احنا هناخد رقم د. 24 قال تعالى ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. أشركتم يبقى أشرك إشراك، يبقى ولا تخافون إشراككم إشراككم، يبقى احنا خدنا رقم جيم. 24 خدنا رقم جيم. 20 علمت أن الجنود أسود في القتال. إذا كان الخبر اسم جامد عند تحويله نقول كون، يبقى علمت كون الجنود أسود، يبقى ما ينفعش طبعا هنا هنقول أن الجنود أسود، يبقى كون الجنود أسودا، عشان هتكون لأنها ستكون خبر إيه؟ خبر كان، يبقى هناخد رقم باء. 20 يجب ألا تهمل في دروسك. هنا ألا منفية، يبقى يجب عدم الإهمال. إذا كان المصدر الأول منفيا عند تحويله إلى مصدر صريح نأتي بكلمة عدم زائد مصدر الفاعل الموجود. طبعا هنا أهمل إهمال، يبقى يجب عدم الإهمال، يبقى خدنا رقم باء. 26 خدنا رقم باء، يجب عدم الإهمال، عدم فاعل والإهمال مضاف إليه، طبعا يجب فعل لازم. 27 أني أنك في ورطة، يبقى هنا سأني سأني وجودك في ورطة، هنا طبعا أن جملة مثبتة، يبقى وجودك يبقى سأني وجودك في ورطة، ما ينفعش تورط ولا عدم تورط، كونك في ورطة ديت لما تكون منفية يبقى احنا هناخد رقم ألف. 27 خدنا رقم ألف. عدد الموقع الإعرابي للمصدر المؤول فيما يأتي، قال الشاعر لئن سأني أني التني بمساءة لقد سرني أني خطرت ببالك. لقد سأني نال نول، يبقى نولك بمساءة لي، يبقى هنا فاعل. لقد سرني أني خطرت، أي خطر ببالي، يبقى مصدر مؤول في محل رفع فاعل، يبقى 28 هناخد رقم ألف في محل رفع فاعل وفاعل. 29 قال الشاعر ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدوا له ما من صداقته بد. ومن نكد الدنيا على الحر رؤية عدو له ما من صداقته بد، يبقى رؤية مبتدأ مؤخر، ومن نكد الدنيا شبه جملة خبر مقدم، شبه جملة خبر مقدم، يبقى احنا هناخد رقم د. 29 خدنا رقم د. 30 صفحة 60 من كتابنا كتاب الامتياز، قال الشاعر لقد علمت بني النجار أني أزود عن العشيرة بالحسام. يبقى علمت بني النجار زودي عن العشيرة، يبقى في محل نصب مفعول به لعلمة، يبقى احنا هناخد رقم باء. 31 قال الشاعر وفي الطير بالعلياء إذا عرضت لنا. الطير مرور أو الطير تمر، يبقى مصدر مؤول في محل رفع خبر، مصدر مؤول في محل رفع خبر، طبعا ده أسلوب استثناء ناقص منفي، يبقى الطير أن تمر يبقى في مصدر مؤول في محل رفع خبر، يبقى 31 خدنا رقم د. 32 قال تعالى قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب.
إني يحزنني ذهابكم، يبقى فاعل، وأخاف أن يأكله الذئب، وأخاف أكله الذئب. 30 خدنا رقم باء، رفع فاعل ونصب مفعول به. أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. يبقى قل أوحي إلي استماع نفر من الجن، يبقى أوحي استماع، يبقى استماع في محل المصدر الأول في محل رفع نائب فاعل. يبقى 33 خدنا رقم جيم. 30 قال تعالى لقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه. طبعا تلقى، يبقى لقى لقياه، أي من قبل لقياه، يبقى في محل جر مضاف إليه. الاسم بعد قبل وبعد يعرب مضاف إليه. يبقى احنا خدنا رقم جيم. 35 يسرني أن تنهض بواجبك، يسرني نهوضك بواجبك. يبقى يسرني نهوض في محل رفع فاعل، يبقى احنا خدنا رقم ألف. 30 قال تعالى ويريد الله أن يحق الحق بكلماته. يريد الله يحق إحقاق، حق إحقاق، يبقى يريد الله إحقاق مفعول به، يبقى في محل نصب مفعول به. يبقى 36 خدنا رقم باء. 30 قال الشاعر كفى بك داء أن ترى الموت شافيا، وحسب المنايا أن يكن أمانيا. كفى بك داء رؤية الموت، يبقى كفى رؤية الموت، يبقى في محل رفع فاعل، في محل رفع فاعل. يبقى 37 خدنا رقم ألف. 38 من الأمور الضرورية ألا يراك الله على معصية. من الأمور الضرورية ألا، يبقى عدم رؤيتك أو عدم رؤية، عدم رؤية الله لك على معصية. يبقى هنا في محل رفع مبتدأ مؤخر، في محل رفع مبتدأ مؤخر. يبقى 38 خدنا رقم دال. 39 قال الشاعر نار تأجج في قلبي فهل لكما أن تطفئاها بتسكاب وتهتان. فهل لكما إطفائها، يبقى مبتدأ، مبتدأ إيه؟ مبتدأ مؤخر، وهل في محل رفع خبر مقدم. يبقى أنا هناخد رقم باء. 39 خدنا رقم باء. 40 قال الشاعر نحاذر أن يؤول لأخرينا وتأبى أن يحل علينا ضيم. نحاذر أول، يبقى في محل نصب مفعول به، بعد خدنا رقم باء. 41 صفحة 61 لأن تطفئ شمعة، لأن تضيء، 41 صفحة 61 لأن تضيء شمعة خير لك من أن تلعن الظلام. إضاءة شمعة خير لك من أن تلعن الظلام. يبقى في محل رفع مبتدأ. 42 قال الشاعر مات الفرزدق بعدما جدعته، ليت الفرزدق كان عاش طويلا. بعدما جدعته، يبقى في محل جر مضاف إليه. يبقى خدنا رقم دال. 42 خدنا رقم دال. 43 ليس عيبا أن تخطئ مرة، إنما العيب أن يدوم خطأك. ليس عيبا خطأك،
يبقى هنا ليس خطأك عيبا، يبقى اسم ليس مؤخر مرفوع علامة رفع الضمة. يبقى أنا هنبعد خبر رفع خبر رفع فاعل نصب خبر ليس، يبقى ما عنديش غير رقم دان رفع اسم ليس. العيب مبتدأ ودوام الخطأ يبقى في محل رفع خبر المبتدأ، يبقى احنا خدنا رقم دان. 44 أنا راج لبلادي ألا تنحني أمام عدوي. أنا راج عدم انحناء بلادي أمام عدوي، يبقى راج أرجو عدم، يبقى على طول في محل نصب مفعول به، يبقى 44 خدنا رقم باء. 45 قال الشاعر لمن تطلب الدنيا إذا لم ترد بها سرور محب أو مساءة مجرم. المصدر الميمي في البيت السابق، الدنيا ده اسم، محب اسم فاعل، مساءة إساءة يبقى مصدر ميمي، مجرم اسم فاعل، يبقى احنا خدنا رقم جيم. 45 خدنا رقم جيم. ما يزميني صورة الجملة بعد تحويل المصدر المؤول إلى صريح. ما أروع لقاء حكماؤنا، ما أروع التقاء. 46 ما أروع أن يلتقي حكماؤنا على كلمة سواء. ما يزميني صورة الجملة بعد تحويل المصدر المؤول إلى مصدر صريح. يلتقي ماضيه التقى، يبقى التقاء، التقى التقاء، مصدر لفعل خماسي. عند التحويل إلى مصدر صريح يبقى ما أروع، ما ينفعش لقاء ولا تلاقي ولا ملاقات، يبقى ما أروع التقاء وما بعدها مكسورا، يعني ما بعدها مضاف إليه، التقاء وما بعدها مضاف إليه، والهمزة المتوسطة عند أو ترسم على حركة الحرف المناسب لها بما أنها مضاف إليه فترسم على نبرة، يبقى احنا خدنا رقم باء. ما أروع التقاء حكمائنا. 47 قال الشاعر وكم من قولة عندي وتأبى لها حسن الوفادة أن تقال. المحل الإعرابي للمصدر المؤول الوارد في البيت السابق، وكم من قولة عندي وتأبى حسن الوفادة قولها، وتأبى حسن الوفادة قولها، يبقى حسن حسن فاعل، وأن تقال مفعول به، يبقى احنا هناخد رقم جيم. 47 خدنا رقم جيم. تأبى حسن الوفادة قولها، يبقى 47 خدنا رقم جيم. 48 ما أروع أن يتوحد محب السلام. ميز ما لصورة الجملة بعد تحويل المصدر المؤول إلى مصدر صريح. يتوحد توحد فعل ماضي خماسي مبدوء بالتاء مصدره توحد، يبقى ما أروع توحد، ما ينفعش إيه توحيد ولا ينفع توحيد، يبقى احنا استبعدنا جيم واستبعدنا باء، يبقى ألف يبقى دال. ما أروع توحد، وبعد المصدر يأتي مضاف إليه، يبقى محب تبقى محبينا وتحذف النون للإضافة، يبقى أخذ رقم ألف. ما أروع توحد محبي السلام. 48 خدنا رقم ألف. ما أروع توحد محبي السلام. 49 صفحة 62 من آثار رحمة الله أنه يتابع آلاءه علينا ويلهمنا شكرها. صغ من المصدر المؤول في الجملة السابقة مصدرا صريحا، يبقى من آثار رحمة الله يتابع، ماضيها تابع على وزن فاعل، يأتي مصدره على وزن مفاعل، يبقى متابع، ما ينفعش إتباعه
تتابعه يبقى احنا خدنا رقم ألف. رحمة الله متابعته يبقى مبتدأ مؤخر. أسئلة مقالية: ما أقبح أن يتنازع المتنافسون على متاع الدنيا الفانية؟ حول المصدر المؤول إلى صريح وأعرب ما بعد المصدرين في الجملتين. المصدر المؤول أن يتنازع، يتنازع فعل مضارع منصوب علامة نصب الفتحة، المتنافسون فاعل، يبقى المتنافسون فاعل مرفوع علامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. عند تحويله إلى مصدر صريح يبقى ما أقبح تنازع، يتنازع يبقى تنازع تنازع المتنافسين على متاع الحياة الدنيا، على متاع الحياة الدنيا علامة التعجب. أقبح فعل ماضي مبني على الفتح للتعجب، والفعل ضمير مستتر تقديره هو، تنازع مفعول به منصوب علامة نصب والفتحة، مفعول به منصوب على التعجب، المتنافسين مضاف إليه مجرور علامة جره الياء. 51 رجع، هات من الفعل اسم الزمان واسم المكان والمصدر الميمي في ثلاث جمل من إنشائك: المساء، مرجع، العمال. المدرسة، مرجع الطلاب لبدء الدراسة. رجع الطالب الفائز، مرجع حميد. يبقى رجع الطالب الفائز رجوعا حميدا، يبقى كده مصدر ميمي. 52 أسعدني أن الأمة تتفاعل مع قضية القدس وآمل في أن تتوحد على كلمة سواء. حدد الموقع الإعرابي للمصدرين الواردين. أسعدني أن الأمة تتفاعل مع قضية القدس، أن الأمة تتفاعل يبقى تفاعل، يبقى فاعل مرفوع علامة رفع الضم. وآمل في أن تتوحد على كلمة سواء، وآمل في تتوحد، توحد في بفي توحدها على كلمة سواء، يبقى توحد اسم مجرور وعلامة جره الكسرة، والهاء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. أتمنى إن شاء الله تكون استفدت معايا. لو عجبك الفيديو إعجاب وشارك الفيديو مع زملائك، وانتظرنا في القادم إن شاء الله.